أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، وإحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها والتي كان من بينها. أثار المطرب محمد منير قلق جمهوره ومحبيه بعدما ظهر في حفلاته الأخيرة وهو يغني جالساً على الكرسي وسط أنباء ترددت بشأن تردي حالته الصحية في الأشهر الماضية. توفي الثاني أشهر قطة كوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي للبوب أثناء نومها، وتم إعلان الخبر المحزن إلى أكثر من 2.4 ملايين متابع عبر إنستغرام. وحصل مالك القطة على مبلغ ضخم لم يتم إعلان قيمته كثروة القطة، خاصة بعد تربحه من تداول صورها وكثرة عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر الفنان أمير كرارة صورة البوستر الدعائي الجديد لمسلسله القادم الاختيار، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. وأشعل أمير كرارة حماس جمهوره باللوك الجديد له، ولفت نظر الجمهور أن أمير قام بحلق الشارب الذي تعود أن يظهر به دائما، ولا سيما بعد مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة. نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة شاركت بها متابعيها عبر إنستغرام، وظهرت برفقة بناتها الثلاثة ميلا وإيلا وليا بإطلالة غريبة، حيث ارتدت باروكات ملونة وبيجامة بيضاء منقطة بالأسود، وعلقت على الصورة قائلة: هاشلي بربارا مع بنات الحارة، وهي كلمات أغنية الشحرورة صباح التي غنتها قبل وفاتها بفترة للقديسة بربارا في لبنان. قرر شاب أمريكي التخلي عن الرومانسية تماماً أثناء قيامه بطلب يد صديقته، ولجأ إلى طريقة غريبة من نوعها ويمكن القول أنها مرعبة كي يعرض عليها الزواج، حيث خطط لعملية سطو مسلح مزيفة وقدم لها خاتم الخطوبة خلالها في واقعة تكاد لا تصدق. إسراء سعد، آخر النهار.